بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس جاني لبي الحدنات فقه وانا درس جاني صدحات صلاة الجنازة أما الجنازة قد أهان صلاة كلية تماها يعني وحيابها كواجبة ميت قف مسلم يهمر كل انتو وحيابها كواجبة وحيابها دتك روح مسلم هدول انتو دتك أجوجة وحا سفر دو كفاية أقو واجبته أفر شيء بانري ميت كائن لما يلو وان كسو هذا اللي ميرغا يا يا وح ميري يا شروده يسا يوحيس دو وان كسو هذا اللي كفان إن لكنفو كفان كان وان كسو هذا اللي إن لقد تكدو استسرادنا من كسو هذا الله إيا إن لأعصو إنتا ساعدي لكن سلادي يا وحاجرة أحكام كالي أو حدي إنتي عن شاقنا مهاني وحاكم إذا الصلاة على القبر قبر دوشيس إنا تكتو كده ميد لأعصي أما ميد للدوغي أو قبر كجرة إن أنت كرت ما دو أتكتو كتمرك على صلاة الجنازة محوية هي حكم كذا وهذا إن قصة ما ينما أرنت على سعرين بنان وعي نبي صلى الله عليه وسلم وحصوان لبا جار أيو سيدا سمي لبا جار أيو ضد لا عصي أو أنت قبر قاد السود التاجي يكتو كذي مدك هذا وحويان شهداء أحد نبي عليه الصلاة والسلام حنونكي او جيري او ذكر مالين انتو تغي او تغي حباليه احد يغو دوغن اما اصن سديت سنو يو كتو كذي حديث كاس حديث صحيح او ايو هبا يراته وحي اللذا عن الهين حديث كالي وعن زيد بن ثابت صحابي قال لي وحا لقوري قال انو يلي خرجنا مع النبي نبيك عيان راعني نبيك عيان لبحني مقال هذا عيان كبحني بنان كذا مقال هذا بنان كذا عيان أنه نبيك الله سبحانه صلى الله عليه وسلم يعني بنان كبحني فلما وردنا البقيعة مركي آن نمد أن إسود التاقني حباليه بقيع وحباليه دولاتك مقال هذا مدينة كؤول جري أصحاب تلقوا آسي جري إذا أسلم مركب هو رسولك بقبر جديد قبر عصب بوأحكي وعديسي ولي أي عصب تاعي فسأل عنه رسولك قبر كان أي ويدي أو وريا يا دنتي أو يا جيري أو تكو أستن مش فقيل له علوي فلانة هبلاء واي هبلاء هبلاء دي سدع سدع صحيح فعرفها مركاسو قرتي رسولك هبلاء دي فقال وحول رسولك صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني محادي سوء غيسين ويدين يعني صومها بانين الناس يسوء غيسيسان بها غيري ذي هذا محادي سوء غيسين ويدين قال وحول يا رسول الله رسولك إله يو كنت وحاب هيد مركي لآسي هوين ايدن قائلا متقيلو شنا يا عياب هيد وقتها أي حركي تاي أمي توركي تاي أي كل شيء هردا ير إلى سعدا يا وحلا هذا قيلولة قيلولة ذا سات كجرتي وكنت صائما وأنا صومني فكرينا وحن كهني أن عني أن نؤذيك إن كل ابنه فقال رسول الله لا تفعلوا هي لنا سيد أسمر دم بي سهي لنا لا يموتن يوسن لمن فيكم إذن كدحدين ميت ميت مديوف سندين هدو واحد انتو هدو قف انتو ام بالغا ودا ان لدي دي ما هدي با او قف انتو ما كنت بين اظهركم انت ان دخدينا جوغو او نولahay هدي تاس دحدبا الا اذنتموني وان ادي سو اوغيسيسان بي قف كا دنتي ما حجر فان الصلاه عليه كنت كشدا انغو ان كنت كداي رحمه حريص بي اوتاي اون دعاده النبي الله سبحانه وتعالى وأقبل يا مركو إله أن حريصه وأن رسولك شفاعة قاعدة شفاعة رسولك هلي والله مركو هلا يوجي سيود
ثم مركا كدب انت امرك رسولك اتى القبر قبرك ايو يمد يسود التاغي فصفنا خلفه قداشي سايون وصفي وكبر عليه اربعا افر ايو كنت كذا واسدي جنازري لويقين. قال الامام الترمذي وحولي والعمل ان لو عمل فلو على هذا حديث كان يسقى عند اكثر اهل العلم دتك علم قال بدن قاضو يو هذا اكتوضا ان لو عمل فلا حديث كان من اصحاب النبي اللي قبل الابي وغيرهم مركا تاس وي او سوى حديث كاس صحيح الله قادنا يو ولو عمل فلا يو سيدي علماء الاسلام كوبكو عمل فشي ويبنان تاي وحدي بهاي لا هاي نمالي أرنت كلا وحوي الصلاة دكوس أبسن الصلاة على الغائب روح ميدا أو كام مقن أو مل غدا كلا كل انتي أو لو قلت كذو أرنت عسنا أرن بنان وي مهاجر الرسول كاسمي صلى الله عليه وسلم لما رواه الجماعة جماعة وحوريين مرر بعض ما شجنا جماعة وحوي إمام بخاري إمام مسلم أفرت السنن تعه أو أه أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه لحداس هي امام احمد انت ساوح على هذا الجماعه جماعه ودنبا وحي وريين عن ابي هريره وحي كوريين رضي الله تعالى عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس ذاتك انو اشيغي غيرديس النجاشي نجاشي في اليوم مالنتي الذي مالنتا سو مات فيه وغيريوداي وحي با لوغه شيغ رسولك صلى الله عليه وسلم وخرج بهم إلى المصلى تتكي أيو رسولك صلى الله عليه وسلم ماشي عيد اللي قلت كان جريء بنان كاهيد مسجد كان بنان كيس أهيد أيو أصو صاري فصف أصحابه رسولك وحو الصف صف كدق يوقي بأصحاب تيسي وكبر أربعا وكبر أربع تكبيرات أفرتي الله أكبر أيو نكت كذي مركا صلاة الغائب هل كاس أي الدليل أو وركلو أي أبا عن تهينا ماله أرنت أي أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يا إمام مالك واحد دهين وروحي أن دتك لكتو كنين بيد دهين بحجر أن كان بقر كان دنتا يا مسلم كا وحكور دنتا لول أين دد مسلمين وهو ساسي هاي سنجوغين إسلامر كان إساقا بقر كي حبشيد وها إسلام نمدي سو قرسنا يي مركا دي لغو متو كان ساسو نبغو قدت كذين روحي لغو متو كذين لغو متو كان يساس إليه لكن حجد الربط إيو حويان صلاة الغائب إن إبنان تاي حديث كاسان القاضن أرنت كلاي ولي صلاة كسابسا صلاة دا جنازة دا والصلاة على الميت في المسجد مسجد كا ميا لغو لتو كان مصبرنان كا labada baa lagu tunkaraa masjidka hadii lagu tukadana wax dhib ah ilaahay male banaanka hadii lagu la tukadana dhib ay leedahay male bas waxa weeyaan hadii meedka marka uu yahay meed la dilay oo xabadi markan ay ku dhacday oo dhig uu ka daayo oo laga baqayo inuu masjidkan dhigii uu gaaro nijaasoobo marka un baan masjidka la soo gelinay la baasa wax dhib ah ay leedahay male bis salaati cala al mayt meedka in lagu tukado fil masjid masjid dhexdiisa إذا لم يخشى تلويثه هديئاً لغا بقينين مسجدك إن ولجا سوبه وروح دي كدا أيوه كالي إن إساة تاينا وحاو الدليل أه ويبنان تهي لما رواه الإمام مسلم إمام مسلم وحو وريي عن عائشة تنأو كوري رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحي تري ما صلى متك رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء صحابي قال لي سهيل ابن بيضاء الا في المسجد مسجد كما هنا ملك الكلمات كانين مرك رسولكو انو ميد مسجد دحليس كلت كدي با سغن مرك وردن باي او بانتا ماله وصلى الصحابه اصحابتنا وحي كنت كدين على ابي بكر باي كنت كدين مسجد دحليس وعمر عمرنا في المسجد كي كلت كدين ارنت انا وح ور كان مجرو إمام مالك يا أبو حنيفة وحي لاهدين وكراه إن مسجد كل ولدت كذا وحين قف سدين حديث والنبي قلنا هيا الليلي لقوري من صلى على جنازة قفك كنت كذا جنازة في المسجد فلا شيء له وح أصق نعذي قفك أصق عن تقوها يا ملا يعني صح معها
أجر ماله صلاة دينا ما أنصحيسو أساسا لغا ودا لكن حديث كاسي وحديث ضعيفة إمام أحمد ياوحو يلي هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف مركا سوغا حديث كي أرنتن دي دانا أنا وضعيف يا هاي كا هراء سوغا يانا وصحيح يا هاي مسجد إن مسجد كالولد تكذا وحدبها إلى هاي مالا إلى هاد ديرنا مسلمين تم ملك استول الجوغو مساجد دي كيانان جمع غفير كاسيدي كولد تكذا قفك ميت كاوي ودو عيان أرنتا كالا ولي صلاة دكو سابسان جنازة دي وجواز صلاة النساء على الجنازة دي هوين إني كنت كذان ميتك إني بنانتا واحد نبقى هيلا ذا بيعنا أركن سيد رجبا يقول تكنا يام بيجون يقول تكنا يعني يجوز واحد بنان للمرأة تهوانك أن تصلي إني تكتو على الجنازة مثل الرجال سيد رجبا أكله وحنا الدليل فقد انتظر عمر سيدنا عمر وحي السجي أم عبد الله نكلا إذا حتى صلت على عتبة إلائك جت كتو إنك عتبة إلى وأمرت عائشة عائشة أمر وحيكون بحسي أن يؤتى إن لو كان ميت كيسة بسعد بن أبي وقاص صحابي الجليل كان سعد بن أبي وقاص اللي لا ميت كيسة إن لو كان اللي تصلي عليه سيقول تكتو وقال النووي وحول وينبغي وحا بون أن تسن لهن الجماعة إن جماعتنا أي كنت كذا أنت أسوح وي وحيا به أقوى وينا وحيا بدن وكلوا عدى وحول بلا مشي كراو إن لا صوت جابي على الرباي وحيا به أقوى وينا أكو ساب سنة الصلاة ده هذا نوح كه الله ينا حمل الجنازة والسير بها ميت كان لقابه لنا الصعود يشرع وحال الجدي أو شرعية في حمل الجنازة قاد تانك ميتك لقاده يو والسير بها إلا لسعون أمور أرهم أي منها كم تاي سيد هذا إذن با ميتك قاد تانكي سوى سنة يشرع وحا شرعية تشيع الجنازة ميتك إلا سقوتي وضدك أي صبحان لصبح أو ميتك لقاده إلا لغا عصي وحملها لنا قاده الحديث بدن با كسو عرورتي لكن وحان كسو قادر إن الحديث كا أبي سعيد الخدري والنبي لقى وريي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يلعود المريضة روحي مسلمة هي حنون صدى صوب بوقضى وامشوا مع الجنازة جنازة نصرع محاجر أرنتا صرعتان كذو تذكركم الآخرة آخرة أيضا حسوسين إيساي رواه وحارنتا وريا الإمام أحمد ورجاله الثقات أرنتا لبعضنا وحاوية الإسراع بها ما يتكمرك لسيدو إن لقول أخصده إن لقول أخصده وحان الدليل لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أبي هريرة وحيك وريين قال أبي هريرة وحيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيك يلي أسرعوا بالجنازة كل أخصدا ولدك دقا جنازة مركعة قاعدة إيسان إيا الديارين تيادا إيا ميتك آس كيسا سيدي السلام بها لغو أخصدا محاجرة فإن تكو هدي أي تهي جنازة داسي إيا ميتك آسي هدي أو يهي أما نفتا سيادي تهي صالحة النفس صالحة وربي قيت تقينا ملك الدنيا دا جوكتي وقاليه تكا عبسان جرتي وحق كسعوتي هدي تهي فخير خير با تقدمون إليه تقدمونه إليه خير بعد وقول أحسن إنسان ودو جين إنسان وإن تكو هدايت هاي سوى ذلك وحن سدع أهين وقف حن هداي أهين فشر تضعونه عن رقابكم وشر أذقرتي إنك دجا إنسان مركا هلا قول أحسن حديث كاس صحيح آية سجن اللود اللي شنيا قاعد تانكي وأساس وحكلو إليه ذا هاي ملة وحجرتو كليته ميتك مركا لسيدو حقا لسعون وحقا حديث بلن باكسو عرورتي لكن حديث تا مركا ميتك لسيدو مالهور سعون مقاقاس جادا لسعون مردين عيادا لغا سعون هل كيالا ماري وحا لوحا سو إدل
وحوي ووضع ضعيف حديث لقى ريبو حديث كله هذا حديث المغيرة بن شعبة أركا حديث ك المغيرة بن شعبة يا وحو يهاي حديث صحيحة أو ما ركتي صحيحة أركا يسمع أم بالله قاعدنا يا وحورينا يا حديث كاس أبو داود ترمذي نسائي أحمد داود الطيالسي طبراني بيهقي علماء بضم با صحيح هذي مرك حديث كاسا صحيحة حديث كاس صحيحة أو مغيرة من الشعبة كاس كليا لقاعدنا يا انت كالوردان وهو ضعيف حديث كاس مرك محولية عن المغيرة من الشعبة وحال قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينجي النبي صلى الله عليه وسلم الراكب قفكي قاديد فوشان يمشي أمام الجنازة جنازة هرت هذا أي سعنيا والماشي قفك اللغين أيانا خلفها قلاش هذا سعنيا وأمامها هرت هذا نو سعنكرا وعن يمينها دنا بدح ذا وكس ملكتها وكس عنيا ويسارها بدح ذا وكس عنيا قريبا منها ميل ودو مركا ميل كست إن لما رو لما له قر هر قلال لبضا دنا ميل كست على ميل مركا حديث كان أو آه كصحيح آه كأم بالق هذا نيا طبعا هدي لو ذا فوشين يهاي أو عد لقينا يسابقين الجنس ده حد ميت كي بابور بالقوة ذا dadkii la soconayna baawur bay wada saaran yihiin markaana waa sidaas hor iyo gadaal iyo dhinacyada meeshii raba ayaa la mari karaa iyadana marka taasna sidaas ayay yeesay ku tahay oo wax dhib ah leedahay ma jiro kadib waxaan u gudbaynaa si gaaban waxyaabaha ma yukrahu ma'al janazati janazada marka la wado waxyaabaha karaahada ee sharcigu diiday yaan ka hadli doonaa waxa la wuxuu shariicada islaamku aysan ogolayn marka meedka la wado waxa ugu horeeya rafcu sawti in codka kor loo qaado meed marka la wado waa meel gaari taalo waa meel aan farax oolin waa meel xataa dadkii meedka uu ka geeriyoodana geeri ay saaran tahay intii la socotaana ay tahay inay ku fikiraan in arintani ay iyagana bari sugayso marka ay ku fikiraan oo tafakkur ay la yimaadeen marka qayla qayli iyo hadal iyo waxas ma jiraan qodobka koowaad marka waxa waa rafcu sawti in codka kor loo qaado wax kastaba ha ahaato ama hadal caadi oo buuq kala haato iyo sheeko ama xataa dhikri ama qur'aan la akhrinayo iyo waxba inaan kor loo qaadin ma soo aroorin waxaas قال ابن المنذر وحي العالم كليلا روينا وحان كورنا عن قيس ابن عباد أنه يسوق قال إنه كان وحي أهاين أصحاب رسول الله رسول كلاه أصحاب تيس وحي أهاين يكرهونك وكراهي يسته شرعي أهان يعني وحي أجهين إنينا شرع هذا كفي عنين رفع الصوت صوتك إن كر لو قاضه إن صوتك kor loo qaado cinda thalaathin saddex arrimood dhexdooda agteeda saddex arrimood cinda aljanaa'izi marka meydka la wado wa cinda dhikri markii alla xuskiisa la sheegayo wa cinda alqitaali dagaalka marka imaam nawawina aan dhegaysano sida fiqh sunnaha uu qorayo qodobkii safxadiisa afar iyo lixdan mujalladka labaad imaam nawawi muxuu yidhi وقال الإمام النووي وحده وعلم أجو أن الصواب سدى سحر إيه توسن سدى توسن إن ما كان عليه وحوها السلف ودتكي هوري أصحاب تأيو تابعين تأيو أئمدي إيو وحي أي كسوك نايان أرنت أي كسوك نايان أو من السكوت إن لا آمسو أو شبل يدادو حال السير مع الجنازة مركم ميت كلا inay sidaasi sawaab ka tahay ogow oo falaa yurfacu sawtun aan wax dhawaaqa lala imaanin oon codka kor loo qaadin biqiraa'atin qur'aan la akhrinayo walaa dhikrin dhikri walaa gayruhaa liannahu arrintaasaa askanu likhaatirihi qofka u hagaagsan
إن وكفكره ما رجتي بري وحسوجي تاس مركه وحوي وقذبك كوباد قذبك الله بعد نوحوي كرهاء تاعي أن تتبع بنار قف كميت كمركه الله لس مركه الله وضو إن واحد ضبأ لراعين أو ضب وسن لسعين واحد ضبأ واحد جاهلية أي سمين جرتي لكن أرنت أسوأ وذكراه علماء أردن ساسيدهن قال البيهقي وحيري إمام البيهقي وفي وصية عائشة عائشة دردارا كذا وحاكو سقنا وعبادة بن صامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أنت أسوأ إذا وحاكو دردار من ألا تتبعوني بنار مركان غيري يوضو يان دب يان ماركتاي لأيقا دب قادن دب طب يان لأيقا دب قادن إلهي بان دب كان مغان غليه يان دب لأيقا دب قادن مركا لكن ماشا وحا لغا صور رابي هدي قفكا هبين لعاصيو قفكا ميتكا هدي هبين لعاصيو وظروف وانا يكنتين هبين لعاصو إن مركا سوح إفتين لنال إيو محانكو إلا هذا أي ماترماكس إيو فينوس إيان لقالن كرو إن واحد بلاهين إن السن بلاهين أرنت الصدحات إكرا هذا أوحا ويو قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض ميت بات صورة علي جنازة دي بالا وضع قبر دي بالا كياني إساقو أنولي ميت كي لدقين ناد فريسة تو كرا هواي موانك سنة ميت كمركة دول كلا دقو كدب فريسو قال البخاري وحو يلي من قفكي تبع الراعة جنازة جنازة قفكي الراعة ميد لسيدو فلا يقعد يوسن فريسن حتى توضع عن مناكب الرجال إلى ميت كي دول كلا دقو ميت كي إلى دول كلا دقو فإن قعد هدو قفكو فريستو أمر بالقيام كع أيا ليلة هذا أمر بالغسيا وركع بالليلة ثم مركا كد مركو الساسيلي روى وحو إمام بخاري كوريي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رسولك إذا رأيتم الجنازة جنازة هدي أدركتان ميل لسيدو فقوموا استاغا إلا إنك ضعفيس استاغا فمن تبعها قفك راعنا فلا يقعد يوسن فريسن حتى توضع إلى دولك لغدقو يوسن فريسن إلى دولك لغدقو يوسن فريسن حديث كان دنبا وصيدنا وحا ورينيا إمام الترمذي با ورينيا وحا كلو ورينيا الحاكم في المستدرك أيا ورينيا مركا تاسنا واسداس تاسنا واسداس سداسنا وحا قبا ما ركتي علماء الإسلام كوردان ساسي قبان وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين وحاسو إدلوي مركا سداسا سقبا وقالت الشافعية لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجد لكن ذاتكي كهر مرة ذاتكي قبر قبع سيتك تين أذي لما سعوتي واتكسي هور مرتين تدكي قبرك قضي يددكي سيت تدكي عصرين اسكا فريسان واحد بها إلي هذا مالها متكالي وحويان ميت كي ماذا لسعون والو سومر سي ميت بعضيق او ينكو ميل جوغان ميت ليني سومر سي واد استاقي سان هذا حديث كي هذا ايان يانو دليشانينا والقيام ارنت افرادو حوي القيام لها ان ميت كي ليسو تاغو عندما تمر مركيكو سومرت ميد بالو سومري لما نسعود تدوى استاغيسا إلا إذن كان دافيسو إلا إذن كان دافيسو ولما رواه أحمد وحو وريي عن واقد بن عمرو بن سعد قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك وحنكو أنا كو شيك دون حديث من أرنتك أغي شيك إياه وأرنت أيتها أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إنه كان النبي نبي وحوها أمرنا كي نفر بالقيام في الجنازة جنازة إن ليسو تاغو ثم مركا أي كرد أفتو كدب أما مركا كدب جلس بعد ذلك مركا يقذبت كدب مركا يكون قذبتو كدب الله فريسان يعني أنت أي كرد أفتو سوى لسك تاغناني مركا تاسنا واسداس وحكى له جرى هذا الحديث كله
أو إسقنا جماعة أي وريين الجماعة أي وريين عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا رأيتم الجنازة جنازة هذا رجتان فقوموا لها إستاجا حتى تخلفكم إلى أيدن ضعفته أو توضع مرور كالردقو مركا كان اسكو فوق صدي حديث كاس جماعة أي وريين وي إلى دول كلا دجانا حفريسانين حدا لس عتي حدا تكسر الرئيس واس كسر فردين كرت عدم ماله حدي أدي قو تاجن لين سو مرسين استاج مركا إذن دافتنا اسك فريسو أرنت شناد كوس أبسن وحوي اتباع النساء جنازة يميت كهوان مراعي كران مسمى ماشنا ومل بوق بدني وكتاجن يهي أحاديث بدن باكو سو عرورتي لكن هذه اللي بالله جرها بو انت انا ارقني بو ضد ضعيف مركا لقوم عمل فليو لقوم عمل فليو حديث ككوبادة هروح على حديث أم عطية حديث أم عطية وحديث ككوبادة وحيلا هذا أم عطية قالت وحيت أم عطية نهينا وحان لجنة هيي أن نتبع الجنائز جنازوين كإن راعنا وانا لجنة هيي مركز صحابي ويدا هذا روح كنا هينا جاي والنبي صلى الله عليه وسلم لكن هساهاته ولم يعزم علينا أرنت أيضا نلقوما أتكينين أرن أدق أو واجب أما مركز هالك سوح لك قاتي وكراهه وكراهه حران ما هو راعي كران راعي كران كراهم ما هاجر أن لقوم أتكينين بيتل ولم يعزم برك حديث كاس وحديث صحيحة إمام أحمد باوري بخاري باوري مسلم باوري مركا إن وحويان حديث كاس وحويان وكأوجو صحيح سن أوجو حق قبلا ومعنى هذا إنه وياي إن كراهة هاي أو حوي إن راعان هنا فعلا لكن هذا راعان أيضا وحبا حرام هاي وحكله أردن وإسكت ضعيف وحنو إيمان إن حديث ككله حديث كله وإسنا سنة كيس وسعي هاي محوية هاي كعكله عن أبي هريرة وحال جوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسولك إلهي كان وفي جنازة رسولك إله جنازة ميت بوح كأسي أصحاب تبع لسعتي فرأى عمر سيدنا عمر بوح أرك امرأة قفها وين أيو أرك وميت كلا سعته فصاح بها مركز سوق قيلي ولنا معك كان ماش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باوحو كيري دعها يا عمر اسكناف يا عمر عمر اسكناف فإن العين دامعة إشوي أويسا والنفس مصابة نفتنا مصيبة كل عضي والعهد قريب قفك قرتو قيريودين ودو ذهي ملاها قفت سيدا لغا قرانا يو حديثك قفك لسعتي وقف إيه الكيسة ودواء اسكناف بوجه مرك قفها وينه الله سعته والسنبي إنكارين أو إن عثمان إن سيدنا علينا سيدنا عمرنا ودي ورداف حديث كاسنا وحشيجة يا إنا نضرب لهين حديث كاسنا وحوري حاكم باوري في المستدرك وقال وحيري على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في التلخيص مرك حديث كاسو يسون الصحيح وإسناد كيسو صحيح يا إنا سيد الشيجة أنت كلاه ما أركت الجنة ما أذن أركتين يساس أي كسو أرورتي وهو ذا ضعيف مركا قنتي يجب جبدي ما أركتي وهذا يقبض ضطوة كراهو كراهوي مركا أنت عس يا محمد كسو كوبينا وحيابه صلاة ميتك لقلت كذن الجنازة يو راعتانك جنازة للراع يو أحكامتي كسو سنين أنت عس يا كسو كوبينا ترسلين هل كاس ايان كسو قبقبينينا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.